السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة كنا زي ما وعدناكم إن موضوع تحصيب البيض، فرز البيض، فرز البيض ده بيض حمام زي ما حضراتكم عارف شايفين أهو، إيدي أهو داري بإيدي أهو، بنت أوضح إن شاء الله. مفصبة تماما اهو. احنا بنستخدم في الموضوع ده كشاف الموبايل غير اللي احنا بنصور بيه اهو، كشاف الموبايل اهو زي ما حضراتكم شايفين ده كشاف، وبنحط البيض عليه باينة بكل وضوح اهو تماما، ده البيض المفصل. نشوف واحدة تاني اهو، دي عمرها اقل، في فرق بين دي وبين اللي قبلها يوم اهو، بدأ العروق باين فيها حضراتكم اهو زي ما حضراتكم شايفين، باين اكتر كده انها تضايق اهو في ايدي تماما، مفيش وضوح احسن من كده تماما، واضحة تمام. نشوف واحدة تاني البيضة الفارغة بقى، دي البيضة الفارغة اهو مفيش فيها اي شيء اهو تماما، مفيش حاجة خلاص فاضية دي تماما. يبقى احنا نستبعد البيض الفارغ، ولو في عندي بيضتين بنفس العمر، واحدة فارغة وواحدة مليانة، وفي حمامة تانية تحتها واحدة فارغة وواحدة مليانة، هنستبعد الفرغة ونحط الاتنين مع بعض. يعني انا عندي اتنين فاضيين واتنين مليانين اهو، اتنين فاضيين، ادي واحدة فاضية كمان، دي واحدة فاضية كمان اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي واحدة فاضية كمان، يعني دي اهو زي ما حضراتكم شايفين الاتنين دول فارغين والاتنين دول مليانين، الفرق مش كبير. هنحط الاتنين دول مع بعض ونقوم واحدة علشان تبيض مرة تانية اهو، هنحطهم تحت حمامة واحدة ونستغني عن البطين التانيين نرميهم، وده علشان نزود انتاج الحمام. واتمنى تكونوا استفدتم من موضوع النهاردة، ومن فضلك لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.